عيد مبارك للجميع. اليوم قد بلغنا إلى أوان العيد ومصف القديسين يجتمع والملائكة يعيدون مع البشر، لأن نعمة الروح القدس حلت على مياه الأردن وأشرقت الشمس التي لا تغرب، المسيح الإله، والعالم يستنير بنور الرب. اليوم القمر يتلألأ مع العالم بالأشعة الإلهية، والكواكب المضيئة تزين المسكونة، أما السحب من السماء تنجي البشر. واليوم غير المخلوق يقبل بإرادته وضع اليد من جبلته يوحنا المعمدان، الذي يتقدم إلى السيد ويقف برعدة عند مشاهدته تنازل الإله إلينا. اليوم مياه الأردن تتحول إلى أشفية بحضور الرب فيها، وترتوي الخليقة بأسرها بهذه المجاري السرية. اليوم تمحى زلات البشر بمياه الأردن، وقد فتح الفردوس من جديد للبشر، وأشرقت لنا شمس العدل. اليوم الماء المر في عهد موسى يتحول إلى عذوبة بحضور الرب في المياه. قد اعتقنا من النوح القديم، وكمثل إسرائيل جديد قد تخلصنا. اليوم نجونا من الظلمة بنور معرفة الإله الذي استنرنا به. اليوم قد بطلت الضلالة وورد الرب الذي صنع لنا نهجا جديدا للخلاص. اليوم العلويون يعيدون مع السفليين، والسفليون يناجون العلويين. اليوم السيد يوافي إلى المعمودية لكي يصعد البشر إلى العلاء، والعادم المكان والزمان ينحني لعبده لكي يعتقنا من العبودية. اليوم قد ابتغينا ملكوت السماوات، لأن ملكوت الرب لا يكون له الانتهاء وهو حاضر فيما بيننا. اليوم الأرض والبحر قد اقتسما فرح العالم، والعالم قد امتلأ سرورا بمعمودية الرب في نهر الأردن. آمين.